وطعم الشحش. حاضر معلم. أخي بدك تعمل لي فيها مرضي، بدك تعمل لي فيها مطيع، أعمل لحالك. إيوة هات الشوار بتشيله بتحطه مع طلبية أب حامد، مع طلبية بي صار. يلا حرك لي حالك. يلا. وطعم الجحش. حاضر. بدك تتحمل أمك تكاليف عملية أمك، اتحملها لحالك. أنا ما دخلني، ما دخلني شيء. بس لك يا أخي، يعني أنا وضعي على قده، وهذا ابني عم عيش ولادي، بعدين هي أمك مثل ما هي أمي. يا يوسف! يا معلم حاضر! طعمت الشحش؟ طعمته. روح شوف طلبية أب حامد. يلا فورا. أخي عم فهمك ياها بالقلم نشرح. مصاري ما في، هي جيوبي. إذا بتلاقي ذهب خدها. ما في سيولة، ما في. بضاعتي كلها، مصاري كلها بين إيدين التجار بالسوق. شي؟ ماشي أخي ماشي، في عندي أنا بستان صغير، بلكي تلاقينا شرة يشتري وبس يعطينا شندي، لأنه بدنا نساوي العملية لأمك ما عاد نلحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أخي لا، لا والله، لا والله ما برضى لك ياها. ولو أخي أنت لحمك من لحمي، دمك من دمي، أنا عندي إلك حل أسرع وأحسن بكتير. بترهن لي البستة وبقبضك المصاري فورا شندي، بس بقى هي شقفة ورقة صغيرة وقلي عليها. إنك بترجع لي المصاري على وقت محدد، ومن هون لترجع لي المصاري هذا البستان ملكي، وهي الورقة منوثقها عند كاتب العدلية بالقانون، كله بالقانون. بس بقى في شغلة صغيرة يعني لازم تعرفها، أنا ما بحب يضل شيء مخبى. إذا تأخرت علي بموعد ترجيع المصاري هذا البستان صار كل العمر ملكي. استبينا؟ استبينا لك أخي، استبينا. يا يوسف! حاضر. تعب صوم. لحظة أخي، بلكي لسه ما شبع الجحش. جبري أمك معك مع وقت كتير، إن شاء الله أمنت المبلغ. إيه الحمد لله الحمد لله، المبلغ يعني كله تأمن، ونحن نعطين تحدد موعد العملية مشان نسوي العملية لأمي إن شاء الله. مع إنه أنا كتير متضايق من حالي وخجلان منك إنه ما قدرت ساعدك بتنزيل المبلغ تبع العملية أكثر من هيك. لك آخ يا نور يا أخ، لك إذا أخي، أخي من لحمي ودمي رهن بستاني وكتب لي، كتب لي ورقة، فأنت شو ما عملت كتر خيرك، والله كتر خيرك. ومع هيك ما رح كله لا مل حتى أقدر ساعدك بالعملية. لك أنت أخي، لك جبري. الله كتر خيرك نوري، ما بتقصر والله أنت يا أخي. مع هيك تير تير من هون وساوي لي فنجان قهوة. تكرم عينك. على راسي. على راسي. الله
الله يشفيك يا رب. ياكل جوعان؟ جوعان بدي اكل. يا عاصم الله لا يوفقك، الله لا يوفقك ولا يسامحك، لا دنيا ولا اخره. كيف فلعتني من البيت وغيرت تاريخ الورق وخليتني انا والولد بالشارع؟ شكيتك لقاضي القضاة، فوضت امري لما كنت. جوعان بدي اكل. جوعان. جوعان. تفضل يا عم. وبعتك حتى أضعف إلي، وبعتك أضعف إلي. يا أمي يا أمي، يعني ليش تطلعي الدنيا برد؟ تعي أمي تعي تعي. الله يخلينا ياكي يا أمو. الله يرضى عليك. الله يخلينا ياكي بدفي يا أمو. الله يرضى عليك يا أمي. ابني برضاي عليك. خبرني منين جبت تكاليف العملية؟ اوعك تقلي انك بعت البستان لمحيلتك غيره. لا يا امو لا، شو بيع البستان؟ بعدين انت لا تشغلي بالك، المهم يا امو انه انت تسوي العملية وترجعينا بصحة وعافية يا امو. شوف ابني، ما تخليني احلف يمين معظم اذا ما قلت لي منين جبت المصاري ما بعمل العملية. استغفر الله. خلص يا امو رح قلك، انا رهنت البستان لاخي عاصم. شو؟ رهنت البستان لأخوك؟ يعني غص على هالمبلغ ما رضي يعطيك يا إلا مقابل؟ طولي بالك يا أم، خلص روحي. الله. لا يا منى، وسيبك يا أم، وسيبك. لا داعي عليهم، والله يخلينا إياك. مو تكوني بصحة وعافية يا أم. بضل أخي يا أم، بضل أخي. الله يخلينا إياكي. الله يرضى عليك، ربي يرضى عليك ويوفقك. إلهي يا رب ييسر لك أمورك يا ابني. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. آه، ليش أخوك مطالع مثلك حنون يا ربي دخيلك؟ بلا يا أمو، بلا حنون، حنون بس هو عنده ظروفه ومشاغله ومشاكله يا أمو. يا اختي خير خير، صاير معك شيء؟ ما في شيء هو صاير معي يا اخي، ما في شيء. خير يا اختي خير، قولي لي شو صاير معي؟ يا اخي الدنيا وجعتني كثير والناس قلوني كثير، والي غايه عندكم بهي الحاره ولازم اوصل لها. حول ولا قوه الا بالله. طيب اختي عندك هون اهل قرايبين اخوات؟ لا والله يا اخي ما بعرف حدا هون ولا عندي قرايبين. طيب وين بدك تنامي اختي؟ وين بدك تنامي؟ والله ما بعرف يا اخي، اتركها لالله. سكي يا اختي، هدول المصاري فيكي تسكري غرفة بيت تقعدي فيه وتصرفي على حالك لمين ما ربك يفرجها. خدي يا اختي. بس يا اخي. خدي يا اختي، خدي مني، ربك كريم، خدي. يكتر خيرك يا اخي، يكتر خيرك. بس هدول يا اخي الله يكتر خيرك، الله يعطيك ويغنيك، ان شاء الله ربي من عنده بيرزقك اضعاف اضعاف اللي اعطيتني اياه. استغفر الله العظيم، هيك راح مصحق العمليه. شو بدي اعمل؟ شو بدي اسوي؟ استغفر الله، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله، الحمد لله. جبري، في حكيم ابن البلد اجى من برا وحالف يمين اول ما يجي على البلد بده يعمل عمليات لاهل البلد لمده اسبوع ببلاش. يعني بدك تعمل عمليه لامك وترجع حق بستانك. انبسط لك. شبك جبري؟
حاسك ما انبسط بهالخبريه، شو القصه؟ تعرف لك نوري، والله منيح اجى الحكيم على هالبلد مشان يساوي عمليات للناس الفقره، لانه مصاري البستان اللي رهنته صدقت بنصها، شفت حرمه مقطوعه الحارة ما عندها لا مكان تعيش فيه ولا مأوى، والله ما قدرت أحمل نص المصاري وأعطيها إياها. إلا وحياة جبري لا، ما حتكون أحسن مني، وأنا رح أتصدق معك وأهل الحارة ورح ألم المصاري ورجع لك ياهم وترجع بستانك ورجع لي هالضحكة بقى. وين ضحكتها؟ بعدين على فكرة أنت كتير بخيل، ها هديك المرة سويت لي القهوة شايطة، انت تر وساوي لي قهوة هلا. يلا الله يسعدك يا رب. كتر خيرك أخي، هذا المبلغ كامل مشان فكرانية البستان ويرجع كل شيء مثل ما كان. والله يا أخي ما بعرف شو بدي اقول لك، تأخرت راحت مدة الرهن، تأخرت يعني ما طلع برا العيلة، البستان صار لي. شو عم تحكي لك أخي؟ أنا جبت لك المصاري قبل ما تنتهي المدة. أنا نسيان يعني مخربة؟ والله لحظة لأتأكد بالله. هذا هو. تعرف تقرأ وتكتب ما؟ شو؟ هاي التاريخ. شفت؟ صدقت؟ تأخرت، المدة انتهت. زودت التاريخ لك عاصي؟ أنت تذكرت الشاطر على أخوك؟ لك يا حوينتك يا أخي، يا حوين فقرك وتعتيرك، روح الله لا يسدد لك رأي ويغرقك بأفعالك السيئة يا رب. روح أخي روح، روح الله ييسر لك وخلي أفعالك المنيحة تنفعك. لا ويلك يا عاصي، من اللي كسبته بالمال الحرام. يا ويلك يا أخي، يوم الحساب رح تدفع الثمن غالي يا عاصي. مال الحرام ما بدوم لك أخي، ما بدوم. لك يوسف حاضر، رباط الجحش حاضر. شوفي يا أختي، بالنسبة للشكوى اللي مقدمتيها ضد عاصم مكاتب العدلية بتهمة الاختلاس والتزوير والاحتيال، توقفوا صاروا عندي تحت. لك الله كبير، الله كبير يا حضرة الزباشي، بس عدم المؤاخذة أنا هلا حقي بيرجع لي، بدل أرجع على بيتي أنا وابني. حقك رح يرجع لك ورح ترجعي على بيتك أكيد، فوق هاد رح تاخدي تعويض عطل وضرر. لك الله يكتر خيرك يا سيدي، الله يكتر خيرك ويرزقك يا رب. شوفي يا أختي، هاد السند تبعك. لك الله ينصرك على كل ظالم يا سيدي. حدا له عندك شي نهائيا؟ يعني هلا يا سيدي انا اذا طلعت من هون بقدر اروح على بيتي فورا؟ لك الله ينصرك على كل ظالم. جاي تساعدني بهيك؟ أكيد جاي تساعدني. والله أنا قلت لحالي
الدم ما بيصير مي، ونحن منضل أخوي. أخوك والدم ما بيصير مي، بعد كل شيء عملته. أنا والله ماني جاي وشمتان فيك، لا والله، بس حبيت خبرك وقل لك إنه الجحش شبع وصار بالكركون. بوس إيدك، بوس إيدك، تسامحني أنت وتسامحني أمي. سامحك؟ هاي الأرملة هي وابن اليتيم، شو بدها تسامحك؟ أمك اللي ما رضيت تساعدها بإجرة العملية، شو بدها تسامحك؟ أخوك شلون بده يسامحك؟ لك طريق الصداقة ما شفته بعمرك. ليك أخي، الله اللي بيسامح. أفعالنا يا بتاخدنا على الخير يا بتاخدنا على الشر، وانت أفعالك غرقتك بالسوء. الله يصلحك يا عاصم، الله يصلحك. أخي لأنك أخي ومن دمي ولحمي